اليوم عن الدراما العراقية بين قوسين في شهر رمضان المبارك. معي في هذه الحلقة قامتين إعلاميتين كبيرتين، معي الدكتور مظفر الطيب، أستاذ في كلية الفنون الجميلة قسم المسرح. حياكم الله دكتور. شكرا جزيلا. معي أيضا دكتور عبد الباسط سلمان، أستاذ في كلية الفنون الجميلة قسم السينما والتلفزيون. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتونا. اليوم برأيك حضرتك أستاذ وأكاديمي ومختص بهذا الجانب، جانب التلفزيون، هل هذا العالم الكبير، يعني هل تعتقد ما رأيناه في شهر رمضان المبارك من مسلسلات درامية تليق بالعائلة العراقية؟ يعني هسه يعني إحنا كعائلة عراقية، يعني هل يصلح إنه تشوف هذا هكذا مسلسلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي ضيفك الكريم الدكتور مظفر أخي وزميلي والمشاهدين الكرام، وإن شاء الله يعيد عليكم بالخير والسعادة وعام سعيد ومبارك وعيد مبارك، وإن شاء الله كل سنة وكل عام ألف خير إن شاء الله الجميع. للأسف الدراما نهضت في العراق متأخرة بعد سبات كما ذكرت طال أكثر من عقد، وللأسف لا توجد رؤية واضحة لمن هو مسؤول عن بناء الدراما في العراق. كل دراما في العالم احنا نعرف هناك جهات مسؤولة، جهات نعم طبعا بالدرجة الأساس الأمن القومي، نعم مؤسسة الأمن القومي هي يعني مسؤولة. تقصد الدولة دكتور، الدولة يجب أن تكون مسؤولة على قطاع الدراما بالعراق كما هو في أمريكا في هوليوود. نعم. ما ينتج أي عمل درامي إذا بموافقة من الكونغرس وموافقات أصولية ويدعم القضية الأمريكية بالدرجة الأساس، وهذا واضح لكل العيان ومعروف CIA تدخل به هواي أمور لكن على عجالة مو يعني. نعم. يعني يتنفذ يعني بسرعة. أنت القضية الدراما بها توجيه يعني. توجيه. نعم. أنتجت أعمال تسيء للبلد فترات طويلة. نعم. كانت سبة ساهمت في غرس الإرهاب بالعراق، ساهمت في غرس المجتمع. نعم العنف. نعم. تمام. ساهمت في أمور كثيرة لخلق الفتنة ولخلق الانحلال الأخلاقي، ولا تزال هذه المؤسسات. نعم. وهذه الفرق تعمل. نعم. بتمويل من سفارات وبتمويل من جهات ما نريد نحدد يعني بالضبط، معروفة للكل. واكتشفنا إحنا يعني للأسف أنه البنت عندما تترك أهلها وتروح مع عشيقها. نعم. تدخل الجنة. نعم. الولد اللي افتهمناه من هذه المسلسلات أغلب الأخيرة. الأعمال اللي احنا نعم. نتحدث الآن بالمضمون. نعم. يعني احنا الكم هو ينتج النوع، لكن أغلب الأعمال الموجودة اللي الآن ظهرت اللي شاهدناها تساهم في انحلال المجتمع. تمام. على أنه لا تطيع المرأة زوجها، هذا جانب. الجانب الإنتاجي اللي احنا نجي به إنتاج تمويله أغلب الأعمال ما نعرف تمويلها من. نعم. يعني قنوات فضائية تمويلها من الخارج. نعم. هناك شبهات حول التمويل. طبعا. نعم. انت دولة دكتور، خلينا بالموضوعة انه هل هذه المسلسلات درامية؟ احنا نعرف انه التلفزيون الشاشة الفضية هي صديقة البيت، هي الضيف الدائم في البيوت وعوائل العراقية، هل ما رأيناه من مشاهد مخلة هل هي مناسبة مثلا، او ما هو المقصود من هذه المشاهد؟ ربما عن قصدية وضعت هذه المشاهد في هذا المسلسل. وأنا ذكرت لك أنه هناك أكو تمويل خارجي. نعم. هذا التمويل الخارجي زرع هكذا نوع من المشاهد. طبعا يعني ناصبين لك الميز مات الخمر 24 ساعة. نعم. وكأنه أنت داخل إلى البارادايس، داخل إلى الفردوس. نعم. عندما تشاهد هذا المشهد. نعم. وأداء الممثلين وكأنه اتفاق مسبق. نعم. لنشر الرذيلة. نعم. نعرف انه رساله الفن دكتور، احنا ندرس احنا الفن وندرس الاعلام وندرس السينما، الرساله الاساسيه هو نبذ الرذيله والتمسك بالفضيله. نعم. اللي نشوفه الان العكس تماما، باستثناء يمكن القناه العراقيه يعني كانت لها صحوه متاخره جدا. نعم. قبل اكثر من 3 أو 4 سنوات كان اجتماع في احدى يعني جلسات بالقناه العراقيه، رحت ممثل عن احدى الوزارات طبعا بالصدفه، فطالبت قلت كان الأستاذ الشبوط الله يذكره بالخير هو مدير العام، فطالبت أنه الأعمال ينبغي أن تكون لها هدف لها رسالة، يعني ما تفعلوا أنتم كيف ما شاء، أكو جهات هي راعية
اكو جهاز هي مستفيده، يعني من هو المستفيد من انتاج هكذا علم؟ يعني مجرد نشر غسيل وانتهى الموضوع. تمام. كان هذا عامل في وقتها الاعمال اغلبها تساعد على يعني تأزيم حاله لا استقرار. نعم. الان لقينا عمل محمد حسين عبد الرحيم، انا هذا يعني ايام الاجازه. نعم. الجزء الثاني أيام الإجازة. نعم. لانه يعني كان بي نوع من العنايه، وهو اساسا محمد حسين ما عدا اعمال كذا بسيط كان يعني، يعني اعماله كلها تقريبا. نعم. استاذ كبير ويا الشباب ذول هم يبشرون بخير. نعم. وكان ايضا الاخراج والتكنولوجيا المستخدمه كلش ممتازه. نعم. اظهرت لنا بغداد بحله جديده. نعم. بعد ما عرضت بغداد كمحرقه. نعم. لسنوات طويله. نعم. بعد ما كانت بغداد حدود ملتهبة لا أحد يمكن. هناك كانت قصدية لإظهار بغداد بشكل سوداوي ومن نجوم كبار. نجوم كبار بما فيهم يعني مطربين كبار، يروح ليلى ويبكي، يروح بغداد يغني الملك الأردن بغداد بأعياد ميلاده، بغداد ويغني إرهاب. نعم. فلان ملك وهو الدول الغرقانة بالإرهاب يروح يغني لهم، يستنكف مثلا الحج الشعبي أو للجيش العراقي أو للشرطة العراقية، ما شفناه. نعم. وما حفلاته كلها خاصة من عرف وين. تمام. بمن مرتبط من عرف، فيطلع لك الأردن جنة على الأرض، يطلع مصر جنة على الأرض، بغداد يطلعها محرقة بالأغاني مالته. نعم. فأكو هناك قصدية، أكو هناك جهات داعمة. أعتقد أني في تقديري إذا ما تكون هناك جهة مسؤولة. نعم. وهذا الأمن القومي يتحمله. تمام. احنا مو الامن القومي مجرد رشاشات ولازمين والله فلان مخابرات، لا هاي عمل. اذا تسمح لي دكتور، هاي الجهات الرقابيه عندي سؤال محاضره. مو رقابيه لا حضرتك، لا يعني خلينا انتقل بعدين قبل حتى الفكره توصل. نعم. مو رقابيه، اكو جهات مختصه بصناعه النجم. نعم. اخلق نموذج يحتذى به، يكون قدوه للمجتمع. نعم. انت شلون تسوي نجم؟ يعني احنا نعرف فنانين كبار كانوا المخابرات العراقية كان لها دور بصناعتهم. صناعتهم. نعم. سوتهم نجوم وظلوا برا يغنون ووعدهم شهرة ووعدهم كذا، وجابوا جوائز وجابوا رفعوا اسم العراق ورفعوا اسم بغض النظر عن التيار اللي كان يحكم أو هذا. الآن على الحكومة العراقية أيضا تحذو هذا الحذو أن تصنع نجوم. نعم. احنا لحد هذا اليوم ما وجدنا فد يعني سوبر ستار. وأيضا عندي موضوع كامل بارت كامل على صناعة النجم نتناقش بيه دكتور. أسأل هل نعيش اليوم أزمة نص؟ يعني اليوم نشوف إنه قلة في المسلسلات، قلة في الأعمال الدرامية، يعني مثل ما تفضل دكتور مظفر يقول معظم القصص مسروقة. يعني هل نعاني اليوم يعني من قلة الكتاب، قلة الروائيين، لو إنه هي محتكرة لناس معينين حتى وأن حتى لو يسرقون إنه تمشي لازم بضاعتهم لأنهم بقوا أسماء؟ ما أخفيك سرا أنا يعني بخلال معايشتي بهذا الوسط علمت وللأسف مؤخرا يعني أن هناك أوردرات مسبقة. نعم. يعني إنتاج العمل يتم بصورة عجيبة غريبة، ليس كما نعتقد أو ليس كما ندرسه للطلبة الآن. نعم. يعني إحنا درسنا الأدب ودرسنا الدراما ودرسنا المسرح والسينما كلها درسناها على أساس أنها أعمال الإبداع هو يفرض نفسه. نعم. لكن اكتشفت أن هناك تسييس حتى هذه اللحظة. كل القنوات الآن تسير على أفق أجندات، هذه الأجندات تتحكم بها نقطة واحدة، تتحكم بها جهة واحدة مسؤولة تقريبا على كل العالم، مثل شلون روبرت ميردوخ هذا الإمبراطور الخاص بالإعلام يتحكم بكل الصحف والنشرات الإخبارية التلفزيونية وال قنوات طبعا الخاضعة لهم هم ضمن سيطرتها، واللي ما خاضعة طبعا تروح مباشرة ضمن القنوات الإرهابية وضمن تصنيفات المجاميع المسلحة وما إلى ذلك والتسميات الخاصة بهم. فاكتشفنا أنه أكو طريق واحد هو مرسوم، هذا طبعا بالجلوباليزيشن الموداليزيشن يسموه يعني العولمة تماما، هي الآن موجودة على كل الخط لأغلب القنوات باستثناء يعني القنوات القومية القنوات المحلية. فلذلك النص مو أزمة يعني تم أكو شيء يعني قصدك تقول مافيات مسيطرة على هذا بالضبط. العمل يعني أكو شيء اسمه بري برودكشن، أكو بوست برودكشن بعد الإنتاج. نعم. تسويق ما تسويق، أكو بري عملية تصميم إنتاج المسلسل شلون يصير. نعم. هم هذا الهيدلاين برودكشن الخاصين هم ذولا اللي يقعدون أساتذة الكبار شلون يصممون التصميم، يأتي بأوردر جاهز بنص بفكرة بهدف،
ويكلف كاتب السيناريو أن يكتب بهذا النمط، مو هو الرؤية الخاصة لعده. يعني ليس له قدرة أن يضع ما يشاء، مجرد هو الروبوت. يعني كتابة حسب الطلب، حسب الطلب، حسب الدفع بالتمام والكمال، وحسب الأيديولوجيات وحسب أفكارهم ما يريدون يوصلوا. طبعاً هم هذول الرؤوس الكبيرة، هذول عندهم أيضاً مرجعيات خاصة بهم، يعني مو يوجهون كيف ما يشاءون أو كيف ما لا. أنا بالأمس كنت مع واحد من كبار المنتجين بالعراق، وسابقاً كان عنده أعمال سوقت إلى كثير من الدول العربية ومنتج ناجح، فتحدثت بهذا الموضوع. يعني هذا سر كان يشغل بالي، لا أفتهم يعني شون العمليات تصير، شون النسخ، يعني هل هناك مثلا ليالي حمراء يقعدوني؟ حتى هاي الليالي الحمراء لم تعد مجدية. يعني الموضوع أكبر من أنه فلان ممثلة عندها حسن وجمال تروح تقنع فلان منتج أو كذا، لا 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 لا، القضية أصبحت الآن ماكينة، ماكينة لهذا، ماكينة إعلامية كما تفضلت، تحدد وتوجه وتسير، يعني مخيلة دايركشن خاص أنه أنتم لازم هذا العمل. إحنا مطلوب عندنا 5 أعمال عن الإرهاب، 5 أعمال، 5 أعمال كوميديا، 5 أعمال كذا، 5 أعمال، والكوميديا شلون تكون بأي صيغة، بأي صورة، كل هذه حسابات، كل هذه عمليات منظمة منسقة بدقة، وتأتي من سفارات. يعني هناك جهات سياسية ومسؤولين كبار من كبار ضباط المخابرات وعلماء النفس ومتخصصين، هم من يوجهون كتاب السيناريو، هم يريدون. يعني احنا لو ننظر على الدراما في السبعينات وبالستينات وحتى ابسط بكثير من هذا اللي قاعد نشعل عليه، اكيد ابسط بكثير، لكن ايضا كانت موجهه، كانت الانتاج الافلام السينمائيه المصريه وهذا مموله من شركات اجنبيه عالميه وبافكار وايضا توجهات، يعني خلقوا جيل من المجتمع يتوائم ويا موضوع العولمه اللي هم يريدونه افكارهم. نعم دكتور، احنا شفنا المسلسلات والاعمال الدراميه دكتور، وبأساليب كثيرة ومعالجات كثيرة من قبل مخرجين عراقيين. أريد أسأل، هل برأيكم دكتور أنه المخرج العراقي الآن بمستوى الوعي لدى المتلقي العراقي؟ يعني ربما تكون بعض الأعمال تشاطر أفكار وتوجهات المجتمع. طبعا المجتمع هو بفئات متنوعة، حضرتك سيد العارفين، انت دارس وحاصل على شهادة كبيرة بالسينما والتلفزيون، تفقه ما مفهوم الدراما والمتلقي. المتلقي للأسف كان يعني ضحية في أغلب الأحيان لتوجهات فرضت عليه في فترة من الفترات. الآن يمكن بعد ما يعني شعروا بالندم أو شعروا بأنه آن الأوان أن يصححون المسار، طبعا وايضا لقضايا سياسيه كبيره يعني ما نريد نخوضها لانه العالم يدركها، ونريد شويه احنا خلال فتره العيد شويه ننفس عن المتلقي. لكن للاسف هي قضيه يعني مؤلمه، قضيه تتدخل بها كثير من الحيثيات. العامل الاساس للانتاج وجدناه هو يعني ايديولوجي، يعني حتى في بعض الاحيان الانترتينمنت حضرتك يعني الترفيه، هذا الترفيه ايضا دخل به باساليب، يشوف يعني يغرز لك به في القضيه السياسيه ويخليها مجرد يعني يحاول جهد الامكان، يعني برايك دكتور حتى المتلقي يكون ضحيه، يعني حتى الترفيه يجب ان يكون مسؤول بالضبط ومدروس. يعني ماكو شيء ياتي عن العبث، يعني كل الامور لازم يخصوك بها، يدزوك بها رساله سياسيه. طبعا اغلب الاعمال هي انتقاص من الدوله واداء الحكومه، وليس دفاعا، ليس بصدد عن الحكومه ندافع عنها، احنا ما لنا علاقه، يعني هذا لا يبرر فشل بعض الجهات الحكوميه، نقول البعض مو الكل، بادائها الوظيفي وعملها. يعني والنقد دور، هذا دور الدراما انه هي تنقد، لا بأس انه تنقد، وهذا عملها هذا، لكن الضحيه كان دائما هو المتلقي، انه يفرضون عليه توجهات، يفرضون عليه انماط من الدراما القاسيه جدا. يعني وصلت المرحله انه مشاهد المقززه، الدم والسفك، القتل والجرح، وهاي ينبغي انه بالتلفزيون ما تعرض، ممكن بالسينما في حتى في صالات خاصه يعني وفي عروض خاصه تكون. اما انه تعرض الى هذا المشاهد والذبح والقتل والعنف والتفكير من غير المشاهد للاسف الاباحيه، افكار التوجهات اللا اخلاقيه، يعني كثير من الامور بدات تسير عكس الرساله والهدف من الفن او الاعلام.
يعني احنا قلنا الفضيله منحة اخر وتوجه اخر ويبدو انه يعني مدفوع الثمن، يعني يبدو انه هناك جهات متخصصه. انا يعني من خلال تطلعي لبعض الاعمال اتوقع يعني ان هناك جهات مسؤوله كبيره عن هذا التخريب، يعني هذا يدخل في حيز، باستثناء يمكن القناة العراقية وبعض القنوات المخلصة للبلد وجدناها كانت حريصة على يعني نشر المبادئ الفكرية الصحيحة، طرح الخطاب الوطني، يريحون المتلقي، الفكر المسامح، الأسلوب الأمثل للسلامة الفكرية على نقول على الأقل. لكن وجدنا كثير من الأعمال يعني وافدة حتى من القنوات الوافدة، ليس من العراقية، احنا العراقية احنا شخصناها، اتفقنا انه هو الدكتور مظفر وحضرتك انه التمويل هو يحدد هوية هذه الأعمال والهدف. هناك فكرة، يعني الفكرة الفلسفية اللي تتحكم بالعمل، الفكرة الفلسفية حضرتك سيد العارفين، السياسة هي الخاصة بالقنوات أو بالجهة الإنتاجية هي تفرضها. يعني من غير معقول أنت تنتج عمل تسوي مثلا فيلم من الأفلام دولة من الدول تسيء نفسها وتسيء إلى النظام الحكومة، ما شفنا بأي دولة فقط في العراق فيلم المسألة الكبرى، لأن الإعلام كان منفلت. أنا هذا في الوحد أريد أوصل له، يعني فيلم المسألة الكبرى راحوا إلى بريطانيا يعني وببلادة، تعال يا بريطانيا يقولوا انتم مخوش اوادم تحتليتونا وانتم ناس شرانيين وناس مخوش اوادم وسوينا فيلم. طبعا بريطانيا ذكيه، بريطانيا كان عندها ذكاء اكبر، قالت لك احنا اذا ما نوافق عليهم هذا الانتاج راح يروحون الى دوله مثل فرنسا او دول معاديه يسوون فيلم فعلا يسيء لنا، خلينا نستغلها فرصه نسوي لهم احنا فيلم على مزاجنا من حيث لا يدرون. فسووا لنا فيلم اسمه كلاش اوف ليتيز، يعني صراع الولاء يمن الى بريطانيا، الاخلاص الولاء من اجل علم بريطانيا. فيلم كان للاسف مسيء للعراق، اظهر لنا بطل الفيلم اللي هو غاز تكريت هذا النجم العملاق، طلعوه مريض، طلعوه مرته تركب على الحصان يبكي، خائن، طلعوه جبان، بالاخير طلع بنابس مراه متخبئ، قتل غدر، طلعونا أوليفر ريد اللي هو ليتشمان قائد البريطاني عملاق، وسيم عملاق جميل عيون خضر، جسمه طوله يعني شوف لاحظ جمال، طلعونا احنا ناس بداية الفيلم احنا ارهابيين، قطار يسير بامان جايب اكل وشرب للمجتمع واذا مجموعه متلثمين فجروه. هذا تحليل خطير دكتور. زين المشهد الاخر ايضا طائره تصيب واحنا يعني كان دكتور بقى لنا فاصل اخير اذا تسمح لي حتى نستكمل بقيه الاسئله. اعزائي المشاهدين متفضلين بالبقاء معنا في فاصل اخير. سؤال باسط، احنا شفنا الاعمال الدراميه العراقيه اللي تمثلت خارج العراق في سوريا تحديدا، يعني هناك مسلسلات في اروع ما يكون، كانت هناك اعمال مدروسه بها نص قوي، بها تمثيل ممتاز، بها اخراج، يعني هو الاخراج كان مو عراقي، ربما هو سبب نجاح هذه المسلسلات. اقول اليوم ليش ما نشوف اعمال دراميه عراقيه ناجحه بمستوى اللي اشتغلناها خارج العراق اللي هي بسوريا؟ وين الخلل؟ انا اريد اوقف على الخلل. يعني هذا السبب هو نفس السبب السياسي الموجود بالمحاصصة الآن، كل جهات الإنتاجية أيضا هي محاصصة، يعني عجيب. جهة من القنوات تنتج تتعامل مع فئة محدودة من الفنانين، قناة من القنوات لاحظ أنه جيبنا من فئة محدودة واضحة للعيان والكل يعلم، يعني إحنا من نريد نكون نخلق نوع من الفتنة ونخلق، لكن واضحة للعيان، المشاهد ليس بغبي ولا هو مغفل، المشاهد الآن يعي ويدرك تماما كل الأفكار وكل التوجهات. نعم. باستثناء الطبقة يجوز الغير مثقفة ربما يعني تنطلي عليها مثل هذه الأمور، لكن وجدنا أنه قنوات يعني مثل القنوات الإسلامية أو القنوات المختصة بالأخبار السياسية، الأخبار، قنوات مختصة بالبرامج الترفيهية، قنوات شفنا يعني قاصر على نجوم محدودين، على ممثلين، حتى الكومبارس أيضا هم مدروس، هم نفسهم، سائق السيارة نفسه، سائق يعني تفاصيل دقيقة، يعني حسبت بمحاصصة دقيقة جدا. نعم. وصلت. هسه راح نرجع إلى مسألة المافيات الفنية، إذا نقدر نحكي نقول هل يعني هل هناك مافيات فنية تحكم المسلسلات الآن
اللي هي تعمل بالعراق. ماكو، ما عندنا مافيات، عندنا خارج العراق يعني هم ذول الحيتان. أنا أشوف هالمسلسلات الجروبات نفسهم يمثل في هذا المسلسل، هو نفسه في هذا المسلسل. مو هذا هم أيضا قلت لك محاصصة، يعني تروح إحدى الممثلات أو يروح أحد الوزير قام يبكي يمه وكذا كذا، شروب وفق له على مليونين دولار أو مليارين، هاك روح سوي مسلسل. يعني صايرة بالخواطر بشون يعني بالعلاقات الخاصة يعني ما أعرف دولة شون تمشي، عجيب غريب. يعني تركون عمالقة كبار مسؤولين، يعني مثلا فيصل ياسري على سبيل المثال، صباح عطوان، أسماء رنانة، يعني دولة خارج العراق سووا يعني زلزلوا الدول العربية بأعمالهم يعني هامليهم تاركيهم. تمام. ويجون على فد مجموعة، احنا مع الشباب، مع انه الشباب ياخذون دورهم، لكن مسألة مثلا كتابة النص هذا مو ممكن شاب يكتبها هاي.